ونادر يمكن من المهم ان احنا نقف عنده شويه، لانه كابتن نادر سيد كل ما يطلع يقول انا جيت النادي الاهلي علشان اروح المنتخب. لا، احنا عرضنا لما عرضنا قبل كده يا كابتن نادر، انت جيت النادي الاهلي وانت حارس في المنتخب وانت لاعب اخر مباراه رسميه للمنتخب، فما كانش ده الهدف. انما انت من حقك تعدل عن مشاعرك، من حقك تشوف مصالحك، كل دي امور طبيعيه جدا، لكن ارجوكوا حافظوا على قيمه الاحترام زي ما اللعيبه الكبيره الثانيه بتقولها. انت انتميت لنادي، انت انتقلت لنادي اخر، عشت هنا ايام كويسه قوي ورحت كاس عالم وحظيت بكل الاهتمام والتقدير، مش معنى كده ان انا عايز ارجع لنادي الزمالك فلازما ارمي طوب على النادي الاهلي، او لازما اسيل للنادي الاهلي، او لازما انال من الافراد اللي كانت موجوده وقتها في النادي الاهلي. ده كلام مش هيتسكت عليه. نشوف الكابتن نادر السيد. يعتبر الختام الحقيقي هو في النادي الاهلي، كيان النادي الاهلي اكبر بكتير جدا من المشاركه كلاعب، ممكن تدي للكيان حتى لو ما كانش داخل الملعب، وهو ده كان القراري ان انا ادي للكيان حتى لو مش داخل الملعب، والحقيقه لقيت تقدير كبير جدا من الجماهير ومن كل المنظومه في النادي الاهلي. كابتن نادر بالذات هو قال كلام، طبعا قال حتى لو انا مش في الملعب انا حابب ان انا اجي للكيان وانتمي اليه، وشكر في النادي الاهلي، لكن يعني اشاره الى كلامك ان بعد كده رجع قال انا ندمان على الاهلي وندمان. في نقطه مهمه جدا تخص الكابتن نادر. الكابتن نادر لما جه النادي الاهلي ما كانش جاي عشان يحفز عصام الحضري زي ما بيتقال باستمرار، كان جاي في ظل مشكله حقيقيه بين عصام الحضري والجهاز الفني، ووقتها جول لان ما كناش عارفين الدنيا هتوصل لحد ايه. وكان افضل جون وقتها متاح كان الكابتن نادر السيد. كابتن نادر السيد جه من النادي المصري ما جاش من الزمالك، يعني حتى هو ما كملش في الزمالك. فجاي من النادي المصري وجاي جون كبير طبعا. هو بحظه بقى انه وقع في وحش تدريب، راجل عنادي جدا استنفره، ما تعرفش يعني مش ان يعني غيره كان يهمد لكن كابتن عصام الحضري في ظل مشكل فني وفي ظل حارس دولي خدها بعناد، وهنا تيجي للقيمه الاكبر في النادي الاهلي انه ما بصوش للخلاف الشخصي، مش عايزين بقى يموتوا عصام الحضري علشان موقف خلاف، لا، الافضل يلعب، الاحتراف احترافيه، قدروا ان هو الافضل، قدروا لعب، ولما لعب ما حدش عارف يقعده لحد السنه اللي فاتت، واخد بالك؟ ما تلومناش احنا، ما انت ما خدتهاش على نفس التحدي مع الكابتن عصام، او يجوز الكابتن عصام تفوق فيها، دي مش قصه تزعلك من النادي الاهلي. النادي الاهلي كان جايبك عشان تلعب. في وحش تدريب عنده طموح بيقعد في التلج بال 20 دقيقه بياخد بكل اساليب العلميه مع ناس بتجهزه، عايز يقعد في الملعب اطول مده، وقعد في الملعب اطول مده. ده كلام لازم يقال في حق الكابتن عصام الحضري. الخلاف بقى على انك انت اتصرفت ازاي في الاهلي ده موضوع تاني، لكن ايضا بتكلم بتاع وقت. لا، ده انا هقول لك اللي اتعمل للكابتن نادر بقى بعد ما ما قال انا خلاص هبطل، يعني وادرك انه مش هيقدر ينافس عصام الحضري، اللي اتعمل له في النادي الاهلي ما اتعملش لغيره. الكابتن انا جيت النادي الـ من الجزيره على الاهلي عشان اعمل شركه، الاهلي شركه، ونجحنا ان نعمل للاهلي شركه خدت حقوق معينه عشان تسوقها، شركه الاهلي للانتاج الاعلامي والتسويق، اللي هي الشركه اللي بتستثمر في قناه الاهلي وفي كل وسائل الحاجات بتاعته. القرار ان عدلي القيعي هيبقى هو مدير الشركه دي، واتاخد. جه الكابتن حسن قعد معايا وقال لي يا كابتن احنا شايفين ان يحصل تعديل، لان هو قال لي محتاجينك اكتر تفضل في ملف الكوره ومش قادرين لحد دلوقتي يكمل فيه. قلت له بعدين، قال لي احنا عايزين نادر السيد. نادر السيد، قلت له هي دي مصلحه الاهلي في وجهه نظركم اللي بختلف فيها، بس عشان الموضوع يخصني انا مش هقدر اتكلم.
اللي انت شايفه كابتن. وجه كابتن نادر السيد اول مدير لشركه الاهلي للانتاج الاعلامي والتسويق، قعد 4 شهور وما كملش، ما قدرش يعمل حاجه. طيب او قدر يعمل حاجه، المهم لاسباب تخص ما اعرفش، انا ما رحتش خلاص بقى. لكن هل الاهلي تخلى عنه؟ لا على الاطلاق لا. اشتغل في قناه الاهلي في اعلام النادي الاهلي. طبعا بتشتكي من ايه يا كابتن نادر؟ ايه اللي مزعلك من النادي الاهلي؟ ندمان الاهلي ما اتاحش هذه الفرص لحد تاني. يعني ندمان ليه؟ لا، الاهلي لم يسيء اليك، الاهلي احسن اليك بكل الطرق. صحيح. لانه كان عارف ان انت قيمه كبيره، وكان عارف ان انت بتعمل اللي عليك، عارف ان انت ربما من الناحيه الفنيه ما خدتش اللي انت طالبه من النادي الاهلي، ها، وما اديتوش اللي هو طالبه برضه. لكن اذا الاهلي عوضك بالاضافه انك خدت بطولات اثناءها. طيب وعشان كمان مربع مهم في هذه الصوره،